ازيكم عاملين ايه؟ انا ايزيس، اهلا بيكم لو انتوا اول مره تشوفوني، واهلا بيكم برضو لو انتوا دايما بتشوفوني. في الفيديو بتاع النهارده هتكلم عن كل المنتجات السيئه اللي شركه ايفا عملتها، مع ان بالمناسبه شركه ايفا دي تقريبا من اعظم الشركات المصريه في انتاج الكوزماتكس عموما اللي عندنا هنا في مصر. وبرغم ان هم عندهم منتجات عظيمه، يعني دي اقل كلمه تتقال عليها، الى ان عندهم شويه برودكتس بشعه. يعني هم انا ما اعرفش، يعني اتمنى يشوفوا الفيديو ده ويوقفوا انتاج الحاجات دي، يا اما يحسنوا الفورمولا بتاعتها. في منتج كمان انا متغاظه منه، متضايقه منه، هو اللي مخلي وشي مغمق ومأكسد ومبهدل يعني بشع بشع، لازم اقول لكم عليه. فلو انتم مهتمين شوفوا الفيديو للاخر. وبالمناسبه الفيديو اللي جاي هيكون بقى احلى منتجات تشتروها من ايفا، فيعني اعملوا بقى سبسكرايب وكده عشان يجيلكوا نوتيفيكيشن وبتاع. فلو انتم مهتمين شوفوا الفيديو للاخر، ويلا بينا نبتدي. طيب اول منتج انا هبدأ بيه، وده يعتبر اسوأ حاجة انا جربتها من عندهم بجد، هو كريم كده اسمه ماجيك توتش. تمام، الكريم ده هو ب5 جنيه بس، هو فيه منه احجام كتير وباسعار مختلفة، بس انا هتكلم عليه لان انا كنت متحمسة له جدا، وقلت ده هيبقى كريم رخيص وبتاع، وهيبقى من نوعية الكريمات اللي بتتحط على الوش تدي نضارة فورية ويغني الناس عن فاونديشن وكده. بس حرفيا بجد انا مش هجامله، يعني ده من اسوأ الحاجات اللي جربتها في حياتي. انا مجرد ما حطيته على وشي انا وشي كله التهب، حسيت ان انا خلاص مش قادره، واول ما نزلت بيه في الشمس انا وشي كان خلاص اتحسس ومش قادره. ده غير ان هو معرفش ايه اللي حصل، اتفاعل مع الشمس بشكل غريب، لقيت وشي كله بقى لونه اسمر وغمقيت، وانا لسه جايه من بره حالا. انا البتاع ده انا مستحيل احطه على وشي تاني، حتى مش عايزه اديله اي تجربه تانية، لان انا فعلا انا معرفش انا مبسطتش. والكريم ده انا مش هديله فرصه تانية لاني مش هغامر بوشي بصراحه. الحاجه التانيه وهي المجموعه الجديده اللي اسمها ناتشرال جلو، ودي مجموعه كده هم لسه منزلينها، وبرغم ان هي سعرها حلو جدا جدا وانا كنت متحمسه لها جدا، الى انها من اسوأ الحاجات اللي نزلتها ايفا مؤخرا. خلينا اتكلم عن اول برودكت وهو الغسول. بصوا ده الغسول بتاع البشره الدهنيه، هم عاملين واحد كمان للمختلطه وواحد كمان للجافه، انا ما جربتهمش، جربت بس بتاع المختلطه، قصدي انا اسفه بتاع الدهنيه. والغسول بينشف البشره قوي قوي قوي، يعني هو عايز حد بشرته دهنيه جدا وفي عز الصيف، لكن هو عارفين لما تحسوا ان بشرتكم مش مرتاحه، كان انتوا مش مرتاحين. يمكن في ميزه واحده بس، انه بيدي نضاره فوريه، يعني اللي هو تحسي بس ان انت وشك منور كده. بس طبعا ده غسول، فالتأثير ده مش دايم بربع جنيه يعني. فهم عاملين غسولات احلى من كده بكتير قوي، فبصراحه فكره ان هم يعملوا غسول زي كده ولسه جديد وبتاع، فاللي هو انا متوقعه بقى فورمولا حلوه بقى، مع ان هم كاتبين فيه فيتامين سي واي وبي 3 وبي 5 وبتاع، بس لا مش حلو، مش حلو فعلا. من نفس المجموعه، وهي المجموعه دي انا ما اعرفش ايه مشكلتها، بس برغم ان هم كاتبين ان فيها كل الفيتامينز دي، بس هي مش حلوه. الكريم اللي اسمه ناتشرال جلو اللي هو النايت كريم بتاعهم، انا الفتره دي كنت خالعه ضرسي، وكنت بقى ما باكلش كويس ومش بشرب كويس بقالي بتاع 3 ايام ولا حاجه، فانا اوريدي بشرتي منهكه وتعبانه، فانا نفسي بقى كنت استخدم كريم على بشرتي حسسني بفرق. انا عارفه ان التغذيه الداخليه مهمه وبلا بلا بلا، بس معلش برضو انا يعني على الاقل لما استخدم حاجه خارجيه تديني تاثير كويس. يعني الكريم وحش وحش وحش، بعد ما بحطه بحس ان انا وشي مزيت ومدهنن، اللي هو ولما بنام وبصحى بلاقي وشي كانه سمنه، بحس ان انا بشرتي غمقت، معرفش انا معجبنيش خالص بجد، وحاسه ان انا ما بستفادش منه باي حاجه، بل بالعكس انا كل ما بستخدمه بحس ان انا بشرتي مش مريحاني، شكل وشي مش حلو، ما عملش اي فرق في اي حاجه. انا طبعا مش مستنيه فرق رهيب، انا مش مستنيه يعالج لي حاجه اصلا، بس انا مثلا واحده وشي دلوقتي منهك بهتان شويه، مش بشرب ميه اكتر حاجه، مش باكل احسن حاجه، فمحتاجه بس ان انا احس بنضاره فوريه بسيطه اي حاجه. لا وحش جدا، برغم ان هو كان سعره رخيص، سعره اقل من 100 جنيه، بس هو مش حلو. الاسعار انا مش فاكراها، بس ادخلوا على الويب سايت هتلاقوا سعر كل حاجه. المنتج اللي بعد كده وبرده من نفس المجموعه اللي اسمها ناتشرال جلو، ده الدي كريم بتاعهم، ده الاس بي اف بتاعه 30، نفس الفكره ان هو فيه كل الفيتامينز والكلام ده كله، ان هو بيوحد لون البشره بشكل ملحوظ. انا ما اعرفش ليه لما اشتريته تخيلت ان هو هيكون فيه لون، بس هو ما فيهوش دي مبدئيا. تاني حاجه ان
التلاتين ده حماية اي كلام، بغض النظر بقى عن ان هو حماية 30 وان 30 ده مش كفاية، بس هو على فكرة تقدروا تستخدموه في الشتاء، يعني 30 ده حلو انك تستخدميه في الشتاء. ولكن خلينا قيمه ككريم بقى، انا برضو اول لما حطيته حسيت ان وشي اغمق، مع اني كنت نازلة الساعة 5:30 اللي هو يدوب الشمس، او في شمس بس هي مش مؤذية قوي كده، والشمس مش شديدة قوي كده، فليه انا اغمقت للدرجة؟ يعني ليه بشرتي بقت بهتانة كده؟ والكلام ده كان قبل خلع الضرس على فكرة. فلا هو مش حلو، والكريم مش ألذ حاجة، برغم ان هو برضو سعره اقل من 100 جنيه، فكان عارفين كنت متحمسة قوي، لان فرصة عارفين لما تلاقوا منتجات سعرها حلو ويعني الكلام اللي مكتوب عليها لذيذ وتلاقوا المنتج وحش. منصحش اي حد ان هو يجربه برضو لانه فعلا مش حلو. المنتج اللي بعد كده، وده كان من اللاين الجديد برضو اللي هما كانوا عاملينه بتاع الاكني بروم سكن، ده الاكسفولييتنج سكراب، ده يعني من اسوأ الحاجات اللي ايفا عملتها، وده بجد يعني رجاء شخصيا مني، وقفوا انتاج البتاع ده وحش بجد. ده ب 100 جنيه تمام، بس هو يعني هو معتبر شغالي، بس هو خسارة فيه الفلوس، حبيباته بتجرح. انا من كتر ما انا مستحيل استخدمه على وشي، انا بستخدمه على ايديا بلاقي ان هو بيوجع لي ايديا. فلا يا جماعه مش للدرجه، مش حلو خالص بجد، فيا تغيروا الفورمولا يا توقفوه خالص لانه مش حلو. الحاجه اللي بعد كده وهو الصن بلوك ده، الديلي شيلد اللي هو الجديد ده، ده الاس بي اف بتاعته 50، وهو مش عارف يعني، انا حبيت عندكم حاجات اكتر من كده، يعني صالون سي كان ممتاز بالنسبه لي. ده مش حلو، الافكت اللي بيحطه على الوش مش حلو، بحس ان وشي رمادي، بيعمل طبقه مش حلوه. وبغض النظر عن الطبقه، انا ما بحسش ان حمايته من الشمس كويسه، يعني برضو بعد ما بحطه برضو بلاقي وشي بيغمق. فانا مش عارفه هو المشكله، هل انتوا مثلا في تكنيك معين بتعملوه مؤخرا هو اللي مخلي الكريمات فيها مشكله، ولا انا المشكله فيا، ولا ايه؟ انا ما اعرفش، بس بصراحه ده مش من احسن الحاجات اللي انا جربتها عندكم. تمام. الحاجه اللي بعد كده وهو الالو ايفا هير اويل، ده هو على فكره كويس مش وحش، بس هو مش حاجه اللي هو ضروري انك تجيبيها، عارفين كده اللي هو منتج وجوده زي عدمه شويه، اللي هو ما بيعملش فارق قوي في الشعر، ولكن مش بطال. بس ما اعرفش يعني، مش مهتمه ان انا يعني لما تخلص مش مهتمه ان انا اشتريه تاني. من المنتجات الفاشله جدا اللي انا برضو يعني اتمنى ان هم يعيدوا النظر فيه، لانه مش مفيد اطلاقا في اي حاجه، وهو المفروض ان هو اسمه ايه، الواحد نسي، الليب بلومبنج سيرم ده، المفروض ان هو يعني بيكبر الشفايف، وريحته نعناع جدا. على فكره انا ضايفه له لون، هو لونه شفاف ده مبدئيا، هو بيحرق بس يعني، لكن هو ما بيعملش اي حاجه، ولا بيكبر الشفايف ولا اي حاجه، هو كانه ليب جلوس عادي، وعلى مدار اليوم ما بيبقاش حتى ليب جلوس شكله حلو، بيخلي شكل الشفايف مش حلو، ريحته كمان مش حلوه، ريحته مش حلوه. وموضوع الهيالورونيك اسيد ده فاكسان، لان هو ما بيعملش اي حاجه اصلا. لا بجد مش حلو فعلا. من الحاجات التانية اللي جربتها وكنت متحمسة لها جدا 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 وطلعت وحشة جدا جدا، هي اللي اسمها بيو دريم، ده اودو تواليت برفيوم كده، هي بغض النظر عن شكلها قديم جدا، يعني شكلها تحس من ايام تيتا وجدو كده، معرفش ليه ريحتها كمان مش حلوة. انا اشتريتها اونلاين فمكنتش اعرف ريحتها بصراحة، بس مش عارفة ليه حسيت اللون الموف ده هيبقى حلو، بس هي مش حلوة، ريحتها وحشة بجد. طبعا الروائح دي اذواق، بس خليني اقيمها ككواليتي منتج. هي بالنسبه انها اودو تواليت وكده فهي كويسه يعني عادي، هي حطوها بالليل هتحسوا ثباتها بيطول اكتر عن الصبح لما تنزلوا بيها في الشمس، هي كانك ما حطيش اي حاجه غير كده، لا بالليل لذيذه يعني، ورشيها على الهدوم، ورشي كميه كبيره عشان تقعد، بس الريحه اللي لونها موف دي لو انت هتشتري اونلاين ما تجيبيهاش. ما اعرفش بقى تثقوا في رايي ولا ما تثقوش، بس هي حتى ريحتها ريحه حاجه مألوفه ومش حلوه، والريحه اللي جوه العلبه بتغير شويه بعد ما بترشيها، فهي مش حلوه بالنسبه لي على الاقل. الحاجه اللي بعد كده وهو برده من الحاجات الفاشله جدا، الافتر شيف بلسم ده اللي هو المان لوك ده، المفروض ان هو للبشره الحساسه، هو مش للحساسه خالص بصراحه، هو بيحرق جدا يا جماعه، بيحرق جدا بجد، معرفش مش حلو، مش حلو، معجبنيش.
من الحاجات اللي بعد كده وهو الالو ايفا هير اويل ريبليسمنت، وده يعني حرفيا بيخشن الشعر مش بيطريه. يعني ده المفروض ان هو وظيفته يطري الشعر شويه، المفروض ان هو في صباره بتاع، بس هو لا لا وحش جدا 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 بصراحه. وانا كايزيس انا بعرف اتصرف في المنتجات الوحشه، بظبط اموري وبستخدمها، بس انا عمري ما اروح اقول لحد كحد بيعمل ريفيوز وكده روح اشتريه لانه مش حلو، فده منتج برده مش حلو. الهاند سكراب والهاند سكراب والهاند كريم اللي هي نفس اللاين ده وحش قوي بصراحه. السكراب باي كلام جدا، مش بيعمل تقشير كويس للايد، اي كلام قوي. والهاند كريم بيدهن الايد جدا وبيتشرب في مده وحاجه يعني تتعب القلب. ممكن تستخدمه بالليل قبل النوم، بس غير كده لا. بس بصراحه حاسه ان في حاجات الزم كده يعني فاكس قوي بالنسبه لي. الحاجات اللي هتكلم عليها دلوقتي هي حاجات مش معايا في ايدي، بس هحط لكم صورتها على الشاشه. من ضمنهم الكريم بتاع وان، الكريم بتاع وان ده كارثه. محدش يستخدم يا جماعه انواع الكريمات دي، مش من ايفا ولا غيرها بقى، مش من اي حد اصلا. في كمان السبلاش بتاع اسمه ايه ده، اسمه سامر تويست، ودي كانت كسره قلبي بقى، اللي هو يعني انا كنت ما صدقت ان انا لقيتهم عملوا بودي سبلاشز وكانت حلوه ومش عارفه ايه، بس في ريحه منهم حلوه ودي انا كلمتكم عنها قبل كده وهتكلم عنها في فيديو مفضلات. لكن الغريب ان هما بيعملوا روايح حلوه وثابته وفي روايح تانية ما بتثبتش، ومن ضمنها سامر تويست دي. يعني انا توقعت ان اشتريت واحده وطلعت حلوه فكله هيطلع حلو، فاشتريت سامر تويست ما بتثبتش بربع جنيه، ما بتثبتش بربع جنيه، برغم ان ريحتها تحفه، ريحتها خطيره وبديله الباث اند بودي وركس في الريحه، بس ككواليتي لا. الكريم اللي هو اسمه 7-in-1 ده وحش جدا، وهو اخره يبقى كريم للايدين، ده ما يتحطش على الوش باي شكل من الاشكال، من ابشع الحاجات اللي انا جربتها. عايزه افتكر كان ايه تاني عايزه اتكلم عليه، لحظه واحده. طيب من ضمن الحاجات كمان اللي هو بتاع السموكرز دوت اللي هو بينظف الاسنان ده، انا جربته زمان معرفش ليه، بس كنت حاسه ان هو هيبيض الاسنان وكده، بس عرفت بعد كده ان هي حاجه مضره للاسنان ان انتوا تستخدموا باودر زي دي وانها مش مفيده تماما. دي كمعلومه علميه معرفش بقى يعني، ما تستخدموش احتياطي. السيرم بتاع الريتينول انا كايزيس انا للامانه ما جربتوش، بس سمعت عنه ريفيوز كتيره قوي وقوي وحشه، وان هو عامل زي الزيت وناس طلع لها حبوب وبتاع. فيعني انا حاسه ان انتي لو معاكي فلوس وفريهم، يعني وفري فلوس السيرم وما تغمليش في حاجه اغلب الريفيوز عليها وحشه يعني، فاهمين. في كمان ميه الورد بتاعت ايفا ده انا نفسي افهم انتوا ليه يا جماعه لسه بتعملوها اصلا، وحشه جدا 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 وفيها ريحه ولون وحشه، ويا تغيروا الفورمولا يا تبطلوا تعملوها. الهاند سوب بتاعهم وحش جدا جدا، بينشف الايد قوي، ما حبيتوش. وفي حاجات احلى من كده، ده انتوا بتعملوا يا جماعه من اعظم الشاور جيلز اللي في السوق، فليه دي الفورمولا ليه مختلفه كده، مش حلوه. فبس يعني دي كانت كل الحاجات اللي انا جربتها وطلعت وحشه من ايفا، ويعني دي تجربتي الشخصيه. وشوفوا ريفيوز تانية، ممكن ناس تانية يكون عجبها حاجات من اللي ما عجبتنيش دي. هل انا متضايقه قوي من شكل درسي اللي اتشال ده، انا لسه ما اتعودتش عليه، هو هنا انا لسه مش قادره استوعب ان انا لسه شايله درسي بجد. طب خلاص انا ما عنديش كلام تاني اقوله، انا فقدت الشغف عشان شكل درسي مضايقني بس. ف ان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجاي، وانا بقول لكم الحاجات التحفه اللي عند ايفا. وايفا من ستيل هي من اعظم الشركات المصريه اللي بتعمل برودكتس للعنايه بالجسم والبشره والشعر وكل حاجه. بس اعملوا لي فولو على انستغرام، او تعملوا ليش عشان مش عايزه حد يشوفني بالمنظر ده. خلاص باي باي يا جماعه، مش عايزه اتكلم تاني، باي باي.